بيبدأ الفيلم عسلون الست الجميلة وهي بتجري ومرعوبة بغابة غامضة، لحد ما وصلت لبيت على جزيرة استخبت فيه، وهناك سمعت صوت رن التليفون. لما ردت قالها ما تخافيش احنا هنيجي ننقذك يا سلون. فاستغربت وقالت له انت تعرف اسمي منين؟ قالها لانك مستخبية ببيتي يا قطة. وهوب بيسحبها رجالة مقنعين يخطفوها عزيزة التنين، وبنشوف انها مستخبية تحت مكتب مكتوب عليه مستر جون. بعد كده بنشوف واحدة اسمها جوليا بتتمشى على شط الجزيرة دي، واول ما بتشوف طيارة جاية بتفرح وتطلع جري تبلغ مستر جون ان الضيف وصلوا. بنزل من الطيارة ميلاني البنت الحلوة وجي دي وبراكس الاخوة الغير اشقة، وبعدهم باتريك الشرطي، واخرهم جوين بطلة الحكاية. جوليا رحبت بيهم كلهم في الجزيرة الخيالية وقالت لهم انا جوليا السكرتيرة بتاعت مستر جون. لما بدوا يسألوها عن سر الجزيرة قالت لهم مش هينفع لكم اي حاجة من غير اذن مستر جون، بس اللي هقدر اقوله انكم هتتبسطوا جدا هنا لان الجزيرة دي عبارة عن سحر حلال يا جماعة. ودلوقتي يلا بينا اخدكم للاوض بتاعتكم عشان تجهزوا لمقابلة مستر جون. ميلاني بتبص في الموبايل ما لقتش شبكة، فقالت لها البداية عنب هي. وكان في واحد غريب بيراقبهم من ورا الاشجار عزيز التنين. اخدوا كل الضيوف مع جدي وبراكس لان الاوض بتاعتهم لسه ما جهزتش. باتريك الشرطي لما لقى بتاع الروم سيرفيس وقف اداله فلوس، فالواد قال له متشكرين يا باشا انا ما بشحتش. ميلاني اول ما فتحت الشنطه طلعت صورتها مع نيك حبيبها اللي حياته انتهت بطريقه مأساويه. جوين سالت جوليا انظم المكان ويعني ايه الجزيره الخياليه دي وليه تمت بالمسمى ده. جوليا قالت لها ان مستر جون بيقول ان كل واحد من الضيوف له خيال خاص يكون من ماضيه، وهو والجزيره مهمتهم انهم يرجعوا للنقطة دي من ماضي عشان يغير مستقبله. كل اللي اقدر اقوله لك بامانة ان حياتك على وشك انها تتغير للابد. جوليا اول ما طلعت من عند جوين مناخيرها نزفت وملامحها اتغيرت للشعور بالسوء كأن النزيف ده له معنى. بعد شوية جوين حاست بقلق فقامت تشوف من معاه في البيت وشافت في المراية خيال نيك حبيب ميلاني اللي حياته انتهت عن طريق النار. اتجمعوا مع بعض تاني يوم وباتريك قال لبراكس وجدي انتوا اخواتي زي يا جماعة. قالوا له عادي يا عم مش لازم نكون نفس الشكل يعني. ابويا يا سيدي اتجوز امه، وبراكس بقى اخويا انت بتحصر نفسك في حوارات غريبة. ميلاني قالت له انت بتتكلم مع الراية كده ليه؟ لا انت مش شايف الشياقة والاناقة ولا ايه؟ اتعرفت عليه وهي عايزة تشقطه وهو نفسه كان مستغرب من جرأتها. كلهم بدأوا يسألوا يا ترى موضوع الخيال ده هيكون ازاي؟ فمعظمهم اتفق انه اكيد فيجوال رياليتي او حاجة زي النظارات 3D كده، حاجات بتحصل بعيد عن الواقع. باتريك قال لهم طيب لو حد هتنتهت؟ قالوا له يا عم اكيد هيكون كده وكده مجرد خيال يعني ما فيش منه الكلام ده. وبعدين العصير ده طعمه غريب، شكلهم حاطين فيه مهلوسات. دخل عليهم مستر جون وقال لهم الشيء الوحيد اللي في العصير ده هو عصارة فاكهتنا النزيهة. باتريك قال له جيت في وقتك احنا كنا بنناقش موضوع الخيال ده عبارة عن ايه، فجاوبوا هتكتشفوا كل حاجة بنفسكم قريب. القاعدة الاساسية للجزيرة دي هما قاعدتين لازم تفهموهم. الاولى هي ان كل ضيف فيكم له خيال واحد بس ما ينفعش يغيره او يطلب غيره. والقاعدة التانية هي ان الخيال لازم يستمر لنهايته حتى لو النهاية مأساوية، والجزيرة هي الشيء الوحيد اللي يعرف ايه اللي هيحصل. باتريك قال له وده يبدأ امتى؟ فمستر جون قال له بعد ما تباتوا هنا الليلة الاول. فجدي وبراكي قالوا له بس احنا ما لناش عوض. مستر جون قال لهم ده لان الخيال بتاعكم هيبدا دلوقتي يا رجاله. واخد الاثنين في طريق الغابه لحد ما وصلوا لحفله عرايا ولابسه والدنيا ملطه على الاخر. براكس وهو بيديها غرقانه شاف جثه نيك المحروقه قدامه اجزاء من الثانيه، فاعتقد ان ده مفعول لاستافا اللي بيضربها. جوين لما مستر جون طلبها في مكتبها قال لها انت اغرب شخص يكتب لي طلب الخيال بتاعه، انت كاتبه ان انت والسعاده عمركم ما مشيتوا في طريق واحد وانك ندمانه على حاجات كتير عملتيها زمان وعايزه فرصه ثانيه، ايه اللي انت ندمانه عليه في حياتك للدرجه دي؟ فقلت له هو ده علاج نفسي ولا مش فاهمه. مستر جون قال لها انا بحاول افهم وضعك عشان اديك الخيال اللي انت عايزه بالظبط. قالت له انا كان نفسي يكون عندي بنت من صاحبي الن اللي عرض عليا الجواز وانا رفضت. مستر جون قال لها انت رفضت الجواز منه لان عقلك رفض يصدق ان في حد بيحبك وخلاكي تعتقدي انك ما تستاهليش الحب ده، لو رجعتي للوقت اللي عرض عليك الجواز هتوافقي؟ فقالت له ايوه وافق طبعا. مستر جون قال لها ورا الباب اللي هناك ده الخيال اللي انت عايزاه يا جوين. فتحت الباب لقت نفسها في قلب المطعم اللي الن عرض عليها الجواز فيه، وبادق التفاصيل كمان. الن اول ما شاف قال لها انا كنت فاكرك مش هتيجي، وهي قالت له انا اسفه انهم جابوك للجزيره دي. قال لها جزيره ايه؟ انت شكلك متوتره ومحتاجه مشروب يهديكي. جون قالت له ما تكلمناش ولا شفتك لاكتر من 5 سنين، وهم جابوك هنا عشان خيالي. قال لها 5 سنين ايه؟ احنا النهارده الصبح كنا مع بعض، انت خرفتي ولا ايه؟ وهنا فهمت جوين ان في حاجه غلط. راحت لمستر جون تفهم منه، فقال لها فرصتك التانية هي قدامك، ما تعمليش حاجه تندمي عليها. قالت له كل ده مش حقيقي. فقال لها انت في الجزيره الخياليه بتصنعي حقيقه مستقبلك يا جوين. في الوقت ده ميلاني كانت بتتكلم مع باتريك وبتساله عن خياله، فقال لها انه كان بيحلم من صغره انه يدخل الجيش، وامه هي اللي رفضت تدخله للجيش وخلته يشتغل شرطي وما كانش راضي عن دوره في الشرطه، لان في حادثه حصلت خلته يعيد تفكير في كل حاجه بسبب تاثيره فيها كضابط شرطه مهمته يحمي الناس. ميلاني قالت له انا خيالي هيكون عباره عن انتقام من الناس اللي تنمروا عليه في طفولتي ايام المدرسه، بالذات واحده كانت حلوه ومعروفه في المدرسه كانت دايما بتتريق عليا وتضحك عليا المدرسه كلها، وحتى لما رحت بسببها للدكتور النفسي فضحتني في المدرسه كلها وقالوا عليا مجنونه. مستر جون جه وقال
وقال لي ميلاني في أسانسير هتركبي وتنزلي لآخر دور وهناك تبدأي خيالك الانتقامي. ميلاني قالت له طيب ينفع أخذ معي الموبايل بتاعي أصور بيه للذكرى وكده؟ فلا براحتك يا قلبي اعمل اللي انت عايزاه بس اوعي تقلعي الحاجات. نزلت ميلاني بالأسانسير لحد ما وصلت لدور في أجهزة غريبة وبدأت تسجل فيديو بالموبايل بتاعها. أول ما شغلت النور في الأوضة المعزولة ظهرت سلون مربوطة في كرسي وبوها متكتم، ودي هي الست اللي ظهرت في بداية الفيلم. عزيزي تنين ركز معايا لو سمحت ودوس لايك ومسي عليا في التعليقات قول لي مسأل فل. المهم ان ميلانا اعتقدت ان شكل 3D او فيجوال رياليتي يعني مش سلون الحقيقيه، فراحت مكهرباها ودلع عليها ميه. لما داست على الزرار اللي بعده ظهر لها فيديو لسلون وهي بتخون جوزها مع واحد تاني. داست على الزرار اللي بعده فتعامل هاك لاكونت الفيسبوك بتاع سلون ونزلت الفيديو علشان تفضحها. المهم ان الكاميرا بتجيب جوزها بيشوف الفيديو مصدوم من الفيديو بيقول لها انت ازاي طالعه بشعرك في الفيديو. بتصلوا بموبايل جوزها لكن سلون ما بتكونش عارفه تتكلم عشان تقول له انها مخطوفه. لما جوزها قال لها انت عشان كده مختفيه بقالك يومين، ميلاني قلقت وزقت الكاميرا على رجاله بيخطفوا سلون، واكتشفت ان دي سلون فعلا مش خيال او 3D زي ما هي متوقعه. حاولت تقول لمستر جون انها تمام كده وما كانتش عارفه انهم يخطفوها فعلا. في الوقت ده مستر جون كان وصل باتريك للمكان اللي الخيال بيتعبد منه. باتريك لبس زي الجيش واول ما ديمون هاجمه قال له هو انت جزء من خيالي؟ فديمون قال له اتكلم بصوت واطي، المكان ده مش زي ما انتوا فاكرين، مفيش حد بيخرج من الحي. فجاه بيجي مجموعه مجندين وديمون بيهرب قبل ما يشوفوه. باتريك قال لهم انا معاكم في الجيش بس ضاعت من الوحده بتاعتي، فقالوا له تعالى القائد بتاعنا هو يشوف الحوار ده. نرجع لجوين وحبيبها آلين وهي بتقول له انها فرحانه انه موجود لكن مش لازم يمشي حسب التمثيليه بتاعتهم. قال لها تمثيليه ايه يا بنتي، انت مالك النهارده واقعه على دماغك ولا ايه؟ وراح نازل على ركبه وقال لها يود ماري ميا غزال، فقالت له يس اي دو. براكس وجي دي كانوا في البيت الفاخر اللي بيحلموا بيه ولابسين نفس الطعم، وهم بيفتشوا في البيت لقوا اوضه كلها اسلحه من كل الانواع والاشكال. الجنود لما اخذوا باتريك القائد بتاعهم انصدم لان القائد ده يبقى والده لما كان في الجيش زمان. باتريك قال له انت شبهه فعلا بس مش ده الخيال اللي انا كنت عايزه. ابوه قال له قدامك 10 ثواني تعرف نفسك والا هاخد اجراء هيريحنا كلنا من القرف والصداع. صدمه ابوه كانت لما شاف السلسله بتاعته على رقبه باتريك وقال له اسمي بيعمل ايه معاك؟ هوب حصل عليهم ضرب نار واتصاب باتريك بطلف دراعه. في الوقت ده كانت ميلاني بتحاول تلاقي حل تنقذ بيه سلون لكن بيدخل دكتور بكمامه عايز يخلص على سلون. ميلاني الذكيه طلبت منه يروح على يمين سلون عشان يقطع صوابع ايديها، واول ما قرب من سلون صعقته بالكهرباء ودلت عليه ميه في نفس الوقت فخلصت عليه. كسرت الازاز وفكت سلون فالاخيره قالت لها انت بتعملي هنا؟ فميلاني قالت لها انا كنت مخطوفه زيك وهربوا هما الاثنين للغابه. براكس وجي دي هاجمهم عصابه تابع صاحب البيت الحقيقي. فبراكس قال لمستر جون على التليفون هو اللي بيحصل يا مستر جون؟ قال له دول رجاله الشخص صاحب البيت الحقيقي وغالبا فاكرين ان انتوا اللي خلصتوا على زعيمهم وسرقتوا بيته. براكس قال له الغي الخيال ده بسرعه. مستر جون قال له انت نسيت القواعد ولا ايه؟ جود لك يا حبيبي انت واخوك. فبراكس واخوه استسلموا للعصابه. وميلاني كانت لسه بتشتغل سلون وتقول لها ان هي كمان كانت مخطوفه معاها من نفس الشخص. الدكتور طلع لسه حي وهاجمهم تاني، لكن قبل ما يخلص على سلون ديمون انقذها وخلص عليه وقال لهم لو عايزين تفضلوا عايشين لازم تجوا ورايا. جون وهي نايمه جنب جوزها وحبيبها ألين حاست ان ايد نيك هي اللي بتلف حواليها فصاحت مخضوضه. نفس الشعور انتاب باتريك اللي لما فاق حس ان في حركه حواليه، وفجاه خيال جثه نيك المحروقه هجمته وطالعه كل ده كان كابوس وهو نايم. اول ما صحى ابوه فك قيوده وقال له تعالى عشان احنا لازم نتكلم مع بعض. قال له اسمي على السلسله بتاعتك ولقيت صورتي انا وابني في محفظتك، انت مين وعايز مني ايه وجبت الصوره دي منين يا ولد؟ باتريك قال له دي صورتي معاك وانا صغير يا بابا. فبابا قال له بطل كدب واتكلم عدل يلا. باتريك قال له انا اتولدت ناقص 3 شهور والدكاتره كانوا بيقولوا اني مش هعيش بس عفرت لحد ما بقيت طبيعي وانت طلعت عليا لقب محمد علي تيمنا بالبطل محمد علي. ابوه قال له انت عرفت القصه دي منين؟ فباتريك قال له انت قلتها لي في كل عيد ميلاد ليا قبل ما حياتك تنتهي. ابوه قال له انت امتى اخر مره شفتني فيها؟ فباتريك قال له قبل 27 سنه، حياتك انتهت وانت بتحاول تنقذ رجالتك في فنزويلا. ابوه قال له انت عرفت منين اني رايح مهمه سريه لفنزويلا بكره؟ جوين لما صحيت لقت صورتها هي وجوزها على الموبايل بتاعها، فقالت لمستر جون الواد بتاع الفوتوشوب هايل ما نستغناش. فقال لها طيب ما تبصي هناك عشان تصدقي ان ده مش فوتوشوب. فيسبوك جوين بتلاقي نفسها مره 5 سنين على جوازها ومخلفه بنت كمان بتلعب مع بابا. ومستر جون قال لها لو مش مصدقاني فتشي في موبايلك هتلاقي ذكرياتك كلها مع بنتك موجوده. وبالفعل لقت كل حاجه موجوده زي ما هو بيقول، فقالت له ازاي ده ممكن يحصل؟ مستر جون قال لها دي قوه الجزيره بتعرف تحقق المستحيل حرفيا، من كام سنه سمعت عن الجزيره دي واقنعت مراتي اننا نيجي هنا، لكن للاسف حياتها انتهت قبل ما نوصل، عشان كده كانت امنيتي ان الجزيره تخلي مراتي كل ما حياتها تنتهي بنفس المرض ترجع للحياه من تاني، وفي المقابل انا اخدم الجزيره دي وممشيش منها للابد. والد باتريك قال له انا مش فاهم اي حاجه بس انا مصدقك وهنهرب من هنا مش هروح لفنزويلا. باتريك قال له انت ما ينفعش تعمل كده وتتخلى عن رجالتك، انت بطل قومي يا بابا، انت لو مشيت من هنا رجالتك كلهم مش هيعيش منهم ولا واحد. فابو قال له وانت ايش عرفك؟ باتريك قال له لانهم اترمى في وسطهم قنبله وانت ضحيت بنفسك ونمت فوقها عشان تنقذ حياتهم. ابوه قال له انا مش هسيب ابني يتربى
حبة من غير أبا عشان شعرات تافهة، فباتريك قال له أنت لازم تسمعني، القرار ده هتندم عليه طول عمرك يا بابا. في حد كان في إيدي أنقذ حياته وتخاذلت عن مساعدته، والذنب والندم بيطردوني لحد دلوقتي. حب النقاش اتحول لصراع، وباتريك رفع سلاح على أبوه وقال له أنا مش هسيبك تجيب العار لنفسك، أنا معاك دلوقتي وهنحاول نغير اللي حصل في فنزويلا مع بعض. في الوقت ده براكس وجيدي كانوا بيقولوا للعصابة إنهم يعرفوش حاجة عن البيت ده ولا من صاحبه. زي ما العصابة قال لهم الهبل ده مش هياكل معايا، أنتوا لازم تنطقوا وتقولوا مخبين الفلوس والكوكا فين. قالوا له ما نعرفش حاجة عنهم، فطلع سكينة وكان عاوز يقطع دراع جيدي. الأخير من الخوف قال له الحاجة اللي أنت عايزها في المخزن اللي تحت، وبراكس هيوريك مكانها. أجويل لما حست إن في حاجة غلط في موضوع جوازها والخلفة راحت لمستر جون وقالت له أنا عايزة خيال تاني، قال أنا كنت واضح من الأول وعرفتكم القواعد، فرجع لعيلتك وحاولي تستمتع باللي معاكي. ميلاني قالت لديمون احنا بقالنا ساعات ماشيين، انت مودينا على فين؟ فديمون قال لها لازم نكمل مشي لان جون ليه عيون ودم في كل حته. لما سلون قالت له مين جون ده؟ قال لها اسالي صاحبتك. فميلاني قالت لها انا مش عارفاه بيتكلم عن ايه البتاع ده. دخلوا لكهف وسلون طلع لها خيال تاني لشخصيتها لكنها ما خدتش بالها منه. ديمون اخذ الحجر كل اللي يبص فيه يشوف الخيال اللي بيتمنى يعيشه. ديمون قال لهم انه كان جاي هنا يستكشف ايه اللي بيحصل بالظبط وقوه الجزيره دي جايه منين. جون اكتشف سري بس انا قدرت اهرب من شره. جون ده شيطان والمكان ده ملعون، بس انا عارف ازاي هوقفه لان قوه الجزيره السحريه دي بيكمن في الصخره دي اللي بتقدر تعمل اي حاجه حرفيا. الميه دي هي اللي بيستخدمها جون عشان يخلي الصخره السحريه تحقق احلام ضحاياه اللي بيقول الجزيره. جون مش هيشك فيك عشان انت ضيفته. فسنا قالت له هي مين اللي ضيفه. لما ميلاني انكرت ديمون قال لها انا شفتك بعيني وانت بتنزلي معاه من الطياره. ميلاني قالت لسلون اوعي تصدقي كلامه ده مجنون، انا انقذت حياتك من شويه. سلون قالت لها وانت اللي كنت معاه في المدرسه كل ده عشان كمال بعملتهم فيكي. ميلاني قالت لها انت دمرت حياتي وضحكت عليا اللي يسوى واللي ما يسواش لسن طويله، وبسببك انت هم انا كملت تعليمي في البيت كاني متوحده وخايفه من الناس. جون لقت جوليا تعبانه وبتكح دم من المرض اللي عندها. جوليا قالت لها روحي استمتعي بالجو اللي بره. فجون قالت لها انا عايزه خيال جديد ومستر جون مش عايز يسمعني. غلطه تانيه ندمت عليها عايز ارجع للماضي اغيرها. فجوليا قالت لها مستعده تستغني عن بنتك وجوزك مقابل الخيال الجديد. جوين قالت لها من 6 سنين حصل حريق في شقتي وفي بني ادم حتنتهت بسبب غلطتي انا عايزه ارجع للحظه دي عشان انقذه وضميري يرتاح بقيت عمري حتى لو كل وحدي. جوليا قالت لها يبقى انت مش محتاجه الخيال الجديد. راجت جوين لمستر جون وقالت له خيالي كان اساسا الهدف منه اني اصلح غلطه قديمه مش اني اعمل حاجه جديده. مستر جون قال لها لو ده اللي انت عايزاه فورا الباب اللي هناك هتلاقي طلبك. فتحت الباب وطلعت جري في البرج اللي ساكنه فيه عشان تنقذ نيك قبل ما حياته تنتهي مشوي. جيدي وبراكس جوين شافتهم نازلين جري ورفضوا يساعدوها. جوين حاولت تفتح الباب اتلسعت فقالت لنيك انها تروح بسرعه تطلب المساعده وتيجي. نزلت لضابط الشرطه اللي تحت تطلب منه المساعده، وصدفه ان الضابط ده كان باتريك. لما طلبت منه ينقذ نيك تكاسل عن دوره وقال لها انهم لازم يستنوا وصول المطاف الاول. فجوين قالت له استنى انت المطافي، وطلعت هي تنقذ نيك. ولكن للاسف الشديد من صعوبه الجو وانتشار الدخان جوين فقدت وعيها ووقعت على الارض قبل ما تنقذ نيك. براكس في الخيال بتاعه هو اخوه خدع العصابه وهرب منه للاوضه اللي فيها الاسلحه. ديمون والبنات هاجموا الدكتور اللي مش عايز يموت ابن صرمده. ضرب ديمون وسبب له اصابه صعبه كان هيخش على البنات يخلص عليهم، لكن ديمون في موقف بطولي ضحى بنفسه واخد الدكتور ده نط بيه من فوق حياتهم هما الاثنين انتهت. ميلاني اخذت الخريطه بتاعت الجزيره والميه السحريه عشان يكملوا هروب هي وسلون. باتريك وابوه وصلوا البيت اللي جي دي وبراكس موجودين فيه مع العصابه. براكس هدد العصابه بقنبله وخلاهم يسيبوا الاسلحه اللي معاهم. باتريك اول ما شافه مع العصابه براكس قال له انت بتعمل ايه في الخيال بتاعي عم انت؟ وفي الوقت اللي اعتقدوا فيه انهم انتصروا على العصابه بعد ما خلصوا عليهم، اتصدموا بان حياتهم ما بتنتهيش وبيرجعوا للحياه تاني كانهم زومبي مهما تخلص عليهم. وجي دي اول الناس اللي راحوا فيها تاركا اخيه براكس في صدمه وحزن شديد. والد باتريك وهو بيحاول يحميه هو بقيت الرجاله حياته انتهت هو كمان برصاص العصابه. ميلاني وسلون رجعوا للمكان اللي هربوا منه اول مره عشان يتصلوا بجوز سلون من هناك ويطلبوا منه المساعده. سلون قالت لجوزها انا هفهمك كل حاجه بعدين، بس لازم تتصل بالرقم اللي هدولك دلوقتي وتقول له اننا تبع ديمون وجزيره الخيال ومحتاجين لمساعدته ضروري قبل ما جون يكتشف سرنا. وشويه باتريك وبراكس نزلوا المكان اللي هما فيه. البنات قالوا لهم ان في طياره هتيجي تاخدهم من الجزيره الملعونه دي، فخرجوا كلهم جري. لكن الموظفين بتوع مستر جون منعوهم من الخروج، وجون قال لهم انا قلت من الاول ان كل خيال لازم يتعاش للاخر. جوليا طلعت جوين من الاوضه قبل ما الدخان يسبب في نهايه حياتها. بعد كده بنشوف جوين بتدخل عليهم وبتقول له هم عرفوا ولا لسه؟ فقالوا لها عرفنا ايه؟ قالت لهم جون ما جابناش هنا عشان نحقق احلامنا، احنا كلنا دلوقتي بنحقق خيال شخص معين. دفع لجون مبلغ وقدره عشان يشتغلنا كلنا بسبب قصه نيك تايلور مأساويه. براكس قال لها نيك ده كان زميلنا في الاوضه وحياته انتهت من 6 سنين. جوين قالت له انتهت بسبب حريق حاصل في شقتي انا. فبراكس قال لها احنا اعتقدنا انه راح للديت اللي كان قال عليه. جوين قالت لباتريك انت كنت هناك وما عملتش حاجه، بس انت يا ميلاني انا ما شفتكيش، ايه علاقتك بنيك تايلور؟ قالت لها نيك كان صاحبي وطلب مني نخرج مع بعض، بس انا ما كنتش مصدقها ان في حد ممكن يعجب بيا اصلا. جوين قالت لهم يعني من الاخر كل اللي جم في الطيارة
الطيارة ليهم علاقة باللي حاصل لنيك تايلر؟ باتريك قال لهم يعني ده حلم انتقامي مثلا؟ فجون قال له انت لما حيلة ده فعلا خل انتقامي والمفروض ان نهايته تكون نهاية حياتكم كلكم. سمعوا صوت الطيارة برا فطلعوا كلهم جري على امل انهم يقدروا يهربوا من الجزيرة، ولكن قبل ما تنزل الطيارة كانت العصابة مفجراها وضرب نار عليهم. ميلاني قالت لهم انهم لازم يروحوا للكهف عشان يوقفوا كل اللي بيحصل ده. اول ما دخلوا الكهف اتفرقوا، باتريك حاجات في المية سحبته لتحت عشان تخلص عليه، بينما سلون لقته النسخة الشريرة من نفسها. وبراكس لقى اخوه جدي وهو بيفرق الحياة بيقول له انت اللي حياتك لازم تنتهي، ماما وبابا مش بيحبوك بيحبوني انا، وبيتمنوا لو حياتك انت اللي تنتهي. النسخة الشريرة من سلون كانت بتعذبها نفسيا عشان تهاجم ميلاني وتخلص عليها. الدكتور ابن اللذين اللي مش عايز ينتهي ده هاجم سلون بينما باتريك خرج من المية حي. جون سمعت صوت بنتها فلقيتها مخلص على ابوها الن، قالت لها انت عملتي كده ليه؟ فالبنت قالت لها لانك ما تستحقيش بابا ولا تستحقي انك تكوني سعيده ابدا. وده اسقاط على جلد جون لذاتها وتأنيب الضمير اللي حاسه بيه بسبب اللي حصل انك في شقتها. اللي ظهر مع بنتها وقال لها للاسف مش هيرجعني الحياه تانية يا جون. الاخيره قالت له لو عايز تنتقم انتقم مني انا وسيب الباقي يمشوا من هنا. فنيك قال لها مش انا المسؤول عن اللي بيحصل هنا دلوقتي. ميلاني فضلت تطعن في باتريك عشان تخلص عليه ودخلت عليهم وهي ماسكه القنبله في ايديها، واعترفت ان هم كلهم في الخيال بتاعها هي لانها عايزه تنتقم منهم على اللي حصل لنيك، لان الاخير كان الوحيد اللي حباها فعلا وكانت مستعده انها تعمل اي حاجه عشان خاطره. ويوم ما حصل اللي حصل كان المفروض انهم يخرجوا في اول ديت، ولان نيك شهم وجدع ما قدرش يسيب شقه جوين تولع وحاول يطفيها وفي الاخر اتسبب ده في نهايه حياته. ميلاني قالت لهم انتوا حرمتوني انا ونيك من مستقبل سعيد وكل حد فيكم كمل حياته عادي، ولكن حاجه حصلت. سلون قدرت تلهي ميلاني لحد ما جوين وبراكس اخذوا منها سكين والقنبله، راحوا هم الثلاثه لمكان الحجر السري اللي بيكمن فيه قوه الجزيره السحريه. ولما جوين جت تفجرها مستر جون قال لها يا ريت ما تعمليش كده بجد عشان انا ما ازعلش منك، وقدر يتحايل عليها لحد ما خطف من ايدها القنبله وراح حدفها في الميه وقال لهم الخيال ده لازم ينتهي بنهايته الطبيعيه. جوليا طلبت من مستر جون انه يساعد جوين وضيوفه والا هيعتبر اكتر انسان ضعيف شافته في حياتها. ميلاني كانت بتقول لجوين واللي معاها انه ما يدفعوا ثمن حرمانها منك، فدخل عليهم باتريك وقال لها خدي حقك مني انا، كان في ايدي انقذه وانا اللي تكاسلت عن اداء شغلي. سلون الذكيه شربت من الميه السحريه بتاعت الصخره ولان هي الوحيده اللي ما تمنتش اي حاجه، استغلت النقطه دي واتمنت ان نيك ياخد ميلاني معاه، فسحبها بالفعل جوه الميه ودخل العصابه تختفي كان لم تكن اصلا. ميلاني خرجت من الميه رمت القنبله عليهم قبل ما نيك رجعتني للميه، وقبل ما تنفجر فيهم وتخلص عليهم نط عليها باتريك وضحى بنفسه عشان ينقذهم، نفس المصير اللي كان جاي ينقذ ابوه منه. جون علق صورته مع ابوه في الفندق وقال لهم ان باتريك هو كمان بقى بطل زي ما كان بيحلم زمان، ودعم جون. فجوين قالت له انت هتعمل ايه دلوقتي؟ فقال لها انه هيفضل في الجزيره للابد. براكس قال له انا ما اتمنيتش اي حاجه ودلوقتي عايز جدي يرجع للحياه تاني عشان يروح لاهلي. مستر جون قال له بس ده ضربته هتكون خدمتك ليا هنا للابد ومش هتقدر تمشي ابدا. فباركس وافق ودي كانت نهايه الفيلم. يا سلام، اما فيلم عبره صحيحه. الفيلم ده من تلخيص وكتابه كرم خير الله، هتلاقوا لينك القناه بتاعته في التعليق المثبت اشتركوا فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.